السلام عليكم، صوفيا بن قدور. انا شريت هنايا في بساتين الواحه 7 سنين هذه باش شرينا، وما بغاوش يسلمونا فيما كنجيو، حتى حد ما باغي يهضر معانا. كنجي كل مره، كنجي من كازا كنجي لمراكش في ثلاثة سوايع كنرجع، حتى حد ما كيبغي يستقبلني، حتى حد ما كيبغي يهضر معايا، وانا حاطه فلوسي والشقه ديالي مكملاها، ما باغيينش يعطيونا الشقق ديالنا. الفلوس اللي حاطه انا دابا عطيتهم 25 مليون، ياك 5 المليون خداوها، قالت لك، قلت لها البارح فين هي 5 المليون اللي محطوطه هنايا، قالت لي ما كايناش، هذيك كناخذوها النوار، النوار ضد القانون، ما عندهمش الحق ياخذوا النوار، ياك هذا الشيء كله ضد القانون، خاصهم يسلمونا الشقق ديالنا. انا ما كنتش عارفه هذاك لونوار اللي قال لك، انا ما عارفاش لونوار، منين حطها، منين عطاتني الوراق، خداتهم وعطاتني الوراق، قلت لها فين هي 5 المليون، قالت لي 5 المليون ما كايناش. يعني مجموع الفلوس اللي حطيتي 25 مليون. انا 23 مليون دابا اللي حاطه. 23 5 المليون ما حطوهاش ليا في الوراق، هذيك ال 5 المليون فين مشات؟ البارح منين قلت لها راه لونوار ضد القانون، انا ما عارفاش بانه لونوار، قالت لي اه حقا هذاك خديناه باش نصوبوا لك المريوات، وداك الشيء جايبينه من المانيا، داك الشيء جايبينه من اسبانيا، والصباغه ما عرفتش منين جايبينها، من اين بلاد. قلت لها اه، وقاسه كتهضر معايا بواحد الطريقه غير مؤدبه، حنايا ناس قاريين برا، متعلمين برا، جايين هنايا باش نربي وليداتنا، هذا سميتو حشومه. هادشي اللي كيطرى، هادشي كيخسر السمعه ديال بلادنا، هادشي كيخسر السمعه. انا جايبه صاحبتي من برا، من لانجلتير، باش حتى هي تشري من عندهم هنايا، حشومه شرات، عاش الملك، حشومه هادشي. راه هادشي كيضرر البلاد، الناس غياخذوا علينا فكره خايبه. حنا كنحبوا بلادنا، كنجيبوا لها السياح، كنجيبوا لها الناس، باش كنجيبوا السيوله باش نطلعوا الاقتصاد، ولكن باش يطرى لينا بحال هكا، حتى حنايا ولاد بلادهم حشومه حشومه. السلام عليكم، اكورين سعيده من متضررين بساتين الواحه اللي متواجده بمدينه مراكش. حنا حاليا بقلب المشروع، شرينا من عند البزيوي ايمو، دينا سكن متوسط، خدينا ب 35، كاينين الناس اللي واصلين حتى ل 60 مليون، كنتفاجئوا بان هذا السكن اقتصادي 100%، خدينا من عند هذا السيد وتيشرط علينا شروط اننا نزيدوا 20 مليون ولا 30 مليون، هذه الزيادات الغير قانونيه ما عرفناش ديالها، ودابا 7 سنين ديال الطماطول حنا كنتسناو، ما كاين لا تسليم لا والو. السانديك تيطلب 6000 ريال مده 3 سنوات ولي فخي الدوسي، وهذا السيد نبيت النصب والاحتيال لانه عارف السكن اقتصادي 100%، وباع جوج ديال الشقق في نفس الاسم، باع للناس اللي عندهم الملك ديالهم. الناس كتفاجئ ملي كتبغي تاخذ الدار على اساس راه متوسط كتلقاها اقتصادي، يعني راه ما يمكنش لها تكتب بسميتها. كيشرط على الناس باش الا بغى يشونجيو الاصول وليداتهم ولا الفروع انه يعطيو 2 المليون عنده هو. يعني هذا الشيء كله راه ما عنده حتى شي سند قانوني باش كيهضر، كاين غير النصب والاحتيال. هاد السيد حاليا لقينا شي جرائم اللي لا اله الا الله ديال العقار، بيع جوج مرات الدار، السيد كيمشي باش يشوف دارو يدير معاينه، كيلقى واحد السيد ساكن فيها وكيصلح. ثاني حاجه، واحد السيده جات باش تاخذ الدار ديالها كتلقاها ما كايناش كاع في المشروع نهائيا. خروقات قانونيه غير قانونيه صراحه، اللي ما عندهاش حتى شي مفهوم. مهم، كنا مع عند الوالي، كنا عند وكيل الملك، درنا الشكايات، حنا راه 240 شكايه اللي دارت، مازال حاليا غير كنتسناو باش تحرك الشكايه من الولايه وتوصل ان شاء الله للمحكمه. لا تنسى الاشتراك في القناه ووضع علامه لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اخبارنا.